الصوت ينظم الاستقبالات شعبية بعودة رئيس الجمهورية رئيسا للاتحاد الإفريقي ويشيدون بهذا النجاح الدبلوماسي. الوزير الأول يعقد اجتماع حوار سياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، واللقاء يتناول توطيد وتعميق العلاقات بين الجانبين. وزارة الداخلية واللامركزية تنفي في بيان لها ما تم تداوله عن جعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين المهاجرين والأجانب، وتؤكد حرص الحكومة على حماية السيادة الوطنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. خصص سكان نواكشوط استقبالا شعبيا حارا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني على جنبات الطريق الرابط بين مطار نواكشوط الدولي أم التونسي ومدخل العاصمة الشمالي الغربي. وقد رفع المواطنون الصور المكبرة لفخامته واللافتات المؤيدة له والمعبرة عن تثمينهم لاختياره رئيسا للاتحاد الإفريقي. كما أشاد المواطنون بالمكتسبات التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية ورؤيته الطموحة التي مكنت من تحقيق نهضة تنموية شملت كل ربوع الوطن وفي كل المجالات. شهدت الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا اختيار بلادنا رئاسة الاتحاد الإفريقي. وتمثل رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي مرحلة جديدة من النجاحات الدبلوماسية، وتعكس نجاعة المقاربات الأمنية والتنموية التي تعتمدها بلادنا. أصبحت بلادنا محط أنظار القارات الإفريقية بعد اختيار القمة العادية 37 للاتحاد الإفريقي، وبإجماع قادتها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني لرئاسة الاتحاد الإفريقي. وقد برهنت جلسات القمة على تجربة وحنكة فخامة رئيس الجمهورية في تسيير الملفات المعقدة المطروحة للنقاش، ونضجه ومهارته في التعامل بدبلوماسية احترافية مع الآخرين، وحرصه على إيجاد حلول توافقية للتحديات التي تواجه القارة. وقد حدد فخامة رئيس الجمهورية معالم الطريق لأولويات القارة في المرحلة المقبلة، وتركز هذه الأولويات على إيلاء التعليم، شعار هذه السنة الأهمية القصوى من أجل بناء منظومات تعليمية توفر نفاذا شاملا إلى تعليم وتكوين جيد يلائم القرن 21، ومضاعفة الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار والحل السلمي للنزاعات البينية. وتشمل هذه الأولويات أيضا تعزيز حضور قارتنا على الساحة الدولية، خاصة بالسعي للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وكذلك السعي إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز نظام متعدد الأطراف يكون أكثر عدلا وإنصافا. كما سيتم التركيز على التنفيذ الفعلي لمنطقة التبادل الحر القاري وبرنامج البنية التحتية الداعمة لها. كما يظل ملف إلغاء المديونية المتراكمة والتي تثقل كاهل دول القارة أبرز الملفات التي يحرص سيادته على طرحها أمام الشركاء الماليين في المنتديات والندوات العالمية. وستكون قمة مجموعة 20 المقبلة
التي ستصبح القارة الإفريقية عضوا فيها فرصة لتجديد فخامة رئيس الجمهورية دعوته الدول الصناعية لإلغاء مديونية دول القارة. وفي المجمل فإن رؤية فخامة رئيس الجمهورية للقارة تنطلق من مبدأ استقلالية القرار الإفريقي وحضورها الفاعل في الساحة الدولية والعمل على تحقيق الأمن والسلام وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة والتنمية المستدامة. وكانت رأس بلادنا الاتحاد الإفريقي قد لقي استحسانا وتثمينا من قبل المواطنين الذين أشادوا بهذه الخطوة الدبلوماسية. نتابع فيما يلي عينة من آراء وانطباعات المواطنين من مدينة نواكشوط حول رئاسة بلادنا للاتحاد الإفريقي. منسقية أحزاب الأغلبية دعت جماهيرها اليوم لاستقبال فخامة الرئيس تعبيرا عن فرحها بهذا الإنجاز الكبير اللي هو تولي فخامته رئاسة الاتحاد الإفريقي. يقير جماهير نواكشوط ما انتظرت دعوة أحزاب الأغلبية، خرجت بطريقة عفوية، خرجت عن بكرة أبيها تعبير فخامة الرئيس عن امتنانها بهذه الثقة الكبيرة اللي حصل عليها. يقير تعبير أيضا عن الإنجازات الكبيرة اللي تحقق موريتانيا في جميع الميادين وخاصة مجال الدبلوماسي. الحمد لله كل الأسفار اللي عدت فخامة الرئيس كانت تتوج بانتصارات دبلوماسية كبيرة. الاتحاد الإفريقي اليوم نعتز والصحافة حتخرصها اليوم، الصحافة الوطنية والعالمية شوف عندنا هذا إنجاز كبير، وعندنا إنجاز لاقى ترحيب كبير واللي يتناول به الصحافه اليوم تعليق وثناء على فخامة الجمهورية. يعرف علينا الحمد لله ممتنون لله الله تبارك وتعالى بهذا الانتصار له. اعتقد ان الشعب الموريتاني قال كلمته بهذا الاستقبال الكبير الذي ينظم لصاحب الفخامه السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الجمهوريه اللي شرفنا ورفع روسنا بهذا الاستحقاق اللي خلق في الاتحاد الافريقي بالاجماع. ومره اخرى شاكرينه وقايلين لانه دائما يعبر عن مشاعرنا واحاسيسنا وراجين التوفيق ان شاء الله لنا كاملين ولفخامه رئيس الجمهوريه. وشكرا. هذه الخطوه تعبر عن الاجماع الافريقي على فخامه رئيس الجمهوريه بعد ان حصل على اجماع وطني شامل، وهذه الخطوه ستعزز الدور الموريتاني في الدبلوماسيه الافريقيه والدوليه باذن الله. اهني الشعب الموريتاني على هذا الانجاز العظيم، ورئاسه الاتحاد الافريقي الان ليست كالرئاسات السابقه، لان الاتحاد الافريقي الان يشهد أزمات متعددة، والذي يتولى القيادة في هذه المرحلة هو الجدير بهذه القيادة والقادر على تسوية هذه المشاكل. أنا بدوري نهنى الاتحاد الإفريقي ونهنى الشعب الموريتاني، نهنى النساء الموريتانيات ونهنى الشباب الموريتاني على هذه الدبلوماسية الناجحة وعلى هذا اليوم العظيم اللي تلقاته الولاية كاملة. وظهر لي عن شاطر الناس كامله اللي وفي الطائف السياسي كامله باللي الحقيقه عنه نجاح نحن نفتخر به. انا بدوري مهنئ فخامه رئيس الجمهوريه على هذه التزكيه الاقليميه، مهنئ الشعب الموريتاني، وحد شاف هذا التواجد اليوم يعرف على ان الموريتاني كلهم يعتز بالفخر والاعتزاز بهذا التزكيه الاقليميه فخامه رئيس الجمهوريه. هذا الحدث نعرف انه حدث عظيم وحدث نفتخر به نحن كاملين الموريتان، ونعرف اعلان رئيس الجمهوريه محمد بن حمد احمد الشيخ القزواني اعلنوا الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا الحدث يمثل لنا الكثير بالنسبه لنا بنا اللي هون مستقبلين فخامه رئيس الجمهوريه، استقبال يليق به نارا اللي تتوجه برئاسه الاتحاد الافريقي استحقاقا وليس احتباطا. عندهم من قريكو جاء بود مولو لسدين البرزيدان محمد الشيخ الغزوان لتاونا الحمد لله رب العالمين الله وكيد امتدون قال الأرداد إنيو أفريكان لنكو هون دا ماون ونان دا لسدين أفريك وهون دا ماون دا ونان دا موريتان. جينا هنا كمواطنين لتثمين هذه الثقة الكبيرة المستحقة التي منحها الاتحاد الإفريقي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وبالتالي منحها بلادنا ككل، فهي الثقة المستحقة حقا. نحن جئنا هنا لنبارك للشعب الموريتاني ونعبر عن إشادتنا وتثميننا لهذا الجهد الكبير اللي من خلاله كسبنا تطور دبلوماسي راقي، حيث أن بلادنا أصبحت تتقدم في الدول الإفريقية. احنا جايين محتفلين بمناسبة قدوم رئيس الجمهورية متوج برئاسة الاتحاد الإفريقي، هذا التاج العظيم اللي جاب رئيس الجمهورية والشرف، احنا هون جايين محتفلين به بمناسبة قدومه.
النجاح للشيت الدبلوماسي الموريتاني على مستوى القارة وخاصة فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني وخاصة نجاح موريتاني على مستوى الدبلوماسي. احنا مهمنين هاي رئاسة فخامة رئيس الجمهورية الاتحاد الافريقي وشاكرين على هذه الرئاسة الحقيقة اللي جات في وقتها. احنا الدولة الوحيدة اللي تنعم بالاستقرار وتنعم بالامن وتنعم بالازدهار على قيادة فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني. هذه الجماهير احتشدت من اجل تحية فخامة رئيس الجمهورية واستقباله على الثقة التي نالها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الاتحاد الافريقي كرئيس لهذه القارة في اوج مشاكل تعاني منها، لكن كان الاختيار ان يكون فخامة رئيس الجمهورية هو الحل الانسب لتولي هذه مهام هذه القارة في ظل هذه الهزات. وجينا من هنا لكي احتشدنا هنا لكي نظهر دعمنا ونظهر مساندتنا لفخامة رئيس الجمهورية. جينا هون كشباب من اللجنة الوطنية للشباب حزب الانصاف، ياكنا شاطر رئيس الجمهورية هذه الثقة اللي اعطاها الاتحاد الافريقي ونعتبروها ثقة فينا احنا كشعب، والدور ان شاء الله تتبعها ثقة مأمورية ثانية ان شاء الله. جينا اياك ناكدوا عنا واقفين خلف فخامة رئيس الجمهورية. نحن كشباب حزب الانصاف فخورون بفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني. رفع رؤوسنا في المحافل الدولية، رفع رؤوسنا في موريتانيا، رفع رؤوسنا في كل مكان. حق لنا أن نفتخر برئاسته للاتحاد الأفريقي. رانا بعد هذا الاحتفال الزين عندنا اليوم قار عندنا وقار فينا، ورانا مرحبين برئيسنا متلقين رئيسنا من رئاسته بالاتحاد الأفريقي. كل شيء تعني لي فخرنا ما شاء الله. حضورنا اليوم مشرفنا لأن اليوم محتفلين ومفتخرين بوجود بنجاح الدبلوماسية الموريتانية، ودليل عليها انتخاب الرئيس محمد ولي الشيخ القزواني على رئاسة الاتحاد الافريقي. رئاسة فخامة الرئيس محمد الشيخ القزواني للمنظمة الافريقية رئاسة موفقة واتت في وقتها ومستحقة، ونرجو من الله تعالى له التوفيق فيها وللأمة العربية والإسلامية والفرقة كلها. ونعرف انه دور ان شاء الله هو يقطع اشواط لا باس بها، لانه موفق فيما سبق وسيكون له الشان ايضا في المستقبل. رانا مهنئين رئيس الجمهوريه بمناسبه نيله الى رئاسه الاتحاد الافريقي، وان شاء الله نتمنى ان يستمر الازدهار والتقدم كذلك الدوله الموريتانيه، وطالبين عند الله ان تعود القضيه الفلسطينيه على الواجهه وجهها زي بالخير الله يحفظها ويرعاها. بادي ان اهنئ نفسي واهنئ الشعب الموريتاني كما اهنئ العالم الافريقي بمناسبه انتخاب صاحب الفخامه السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيسا لهذا الاتحاد، نظرا لحنكته السياسيه وهدوئه السياسي ومستواه المعرفي الحمد لله ظروف القاره، ونظرا الحالة السياسية اللي عليها موريتانيا حالا والتي يغبط عليها الجميع، طبعا رئاسة مستحقة لصاحب الفخامة، ونحن نهنئه عليها ونرجو له التوفيق لكل المهام التي ستسند إليه. احنا مهنئين محمد ولي الشيخ القزواني ترى عصول افريقيا ومصلحته فيها كاملة اللي هي لاصلاحها كاملة، يقض عنها ذاك من الجفاف والضيقة والفتنة. اسمع مهنئينه حتى إليها، معتزين به بانه رئيس من موريتانيا تو قاع على افريقيا كامله عايده اليها تو. انا بدوري كمواطن نثمن عاليا رئاسه فخامه رئيس الجمهوريه للاتحاد الافريقي. هاي الرئاسه ارتأت الدول الافريقيه بصفه عامه. أنا الاخ الرئيس محمد الشيخ غزواني هو الوحيد اليوم اللي قد ينهض بهذه الأمة الإفريقية بحل مشاكلها المطروحة اللي في الحقيقة تنعكس من ما تجبر حل دور تنعكس عليها من جميع النواحي، من الناحية الأمنية والاقتصادية، وهذا في الحقيقة هو اللي تم به خيار فخامة رئيس الجمهورية. رئاسة فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني أولا أهنئه شخصيا وأهنئه باسم الشعب الموريتاني على هذه الرئاسة التاريخية، تأتي في ظرف خاص لا سيما أن القارة الإفريقية الآن تعاني من تحديات والعالم كذلك ما يحدث في الشرق الأوسط يعني غزة، إلا أن الرئيس ستكون مهمة سهلة له لأنه عنده قدرات هائلة لا سيما القدرة على الاستماع والصبر والاستماع لآخرين، وهو يتمتع بقبول شعبي وطني وكذلك إقليميا ودوليا. نهني الشعب الموريتاني وخاصة فخامة رئيس الجمهورية
لرئاسة الاتحاد الإفريقي، كما نشيد عاليا بخطاب التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية، خاصة الجانب المتعلق بالقضية الفلسطينية. يثبت رئيس الجمهورية مرة ثانية أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الموريتانيين وقضية كل الأفارقة وقضية الشعب الإسلامي بصفة عامة. تقلد فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا يعتبر يعني فرحة آرمة لشعب الموريتاني، ونحن كشعب نثمن ذلك بأنه يعتبر يعني نجاح الدبلوماسية لشعب الدبلوماسية الموريتانية في هذا الظرف الحساس، إنجاز عظيم لموريتانيا، ونحن فخورون بتقليد رئيس الجمهورية بهذا المنصب يعني الجبار ومهم، ونتمنى له التوفيق يعني خدمة للشعب الموريتاني وخدمة للوطن. ثمن جهود رئيسنا في العمل اللي عدلوا في مجلس الاتحاد الإفريقي اللي انعقد قبل أيام، ونثمن القرارات اللي صدرت عن هذا المجلس في القضايا الإنسانية اللي حدثت في غزة، الأحداث وسفك الدماء اللي يخلق في أخوتنا في غزة، والقرارات اللي صدرت عن هذا المجلس قرارات جدا رائعة، وقف إطلاق النار، وقف الفوري العدوان على قطاع غزة، وإمداد المواطنين بالمساعدات، ونثمنوا جهود رئيسنا رئيس الجمهورية، وإن شاء الله نتمنى أولو كمواطنين مزيد من المزيد إن شاء الله من النجاح إن شاء الله، ومن التفوق إن شاء الله، ومن العمل إن شاء الله من أجل موريتانيا، من أجل المواطن الموريتاني، من أجل تقدم إن شاء الله موريتانيا إن شاء الله. نحن كموريتاني زين عندنا رئاسة الرئيس محمد ولي القزواني في الاتحاد الإفريقي، ومؤيدنا ذاك حتى، وزين عندنا ذاك فاهم، وبنا نختاروا الرئيس يعود الله في ذاك أحسن، بنا نحن عسكريين وقطينا اشتغلنا معاه ونعرفوه، ويفخرنا ذاك وفخرنا مولي بنه كرئيس، ويفخرنا مولي بنه رئيس الاتحاد الإفريقي، وشاكرين الرئيس وشاكرين حتى. أولا نثمن هذا الاختيار الذي قامت به المنظمة الإفريقية لاختيار السيد رئيس محمد الشيخ الغزواني كقائد لهذه المنظمة في مأمورية جديدة، نرجو أن تكون مباركة وأن يحقق فيها أهداف المنظمة التي تسعى لتحقيقها من سلم وأمان وازدهار لهذه القارة ولهذه المنطقة من القارة الإفريقية التي في الحقيقة تعتبر موريتانيا منطقة أمن واستقرار. نرجو أن يتوطد هذا الأمن وأن تزدهر البلاد، وأن يكون اختيار رئيس الجمهورية في هذه المأمورية نجاحا للقمة الإفريقية ولأهدافها التي تسعى لتحقيقها، وهذه فرصة لأعبر عن شكرنا وامتناننا للإخوة الأفارقة لاختيارهم للرئيس الرمز محمد الشيخ الغزواني قيادة هذه الفترة الجديدة، واستقبال الشعب الموريتاني للسيد الرئيس مساء أمس يبرهن على الثقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية، والتي نرجو أن تتوطد وأن يحقق لهذه الأمة العربية والإفريقية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار. نقول لك بكل صراحة، أعلن فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ القزواني تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، تعتبر فاتحة خير أولا، لأن رياح الأمن والاستقرار سيسود إن شاء الله في المنطقة بصفة عامة. الانتخاب رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني رئيسا للاتحاد الافريقي ارتياحا كبيرا لدى سكان ولاية الحوض الغربي. فريق مكتبنا في مدينة العيون رصد انطباعات السكان حول هذا المكسب الدبلوماسي المهم. متحدث شيخنا المختار، حد ساكن مدينة العيون، معلم المعهد التربوي الوطني وناشط سياسي. اولا ابارك للشعب وهني الشعب الموريتاني، وخاصة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على تعيينه رئيسا دوريا لهذه المنظمة الإقليمية الهامة. موريتانيا كانت دائما قطب تنموي وقطب يدعو إلى السلم وقطب يدعو كذلك إلى التعايش السلمي ما بين الشعوب، وهذا ما مكنها وما أعطاها بالضبط هذه الفرصة. وفي الأخير أهني الشعب الموريتاني ثانيا ورئيس الجمهورية خاصة على هذه الثقة التي منحه إياها هذا القطب التنموي وهذه المنظمة الإقليمية الدولية. بوه للشخص أحمد، قطعنا فخرنا انتخاب رؤساء إفريقيا للرئيس،
محمد الشيخ الغزواني، وإن شاء الله مأملين فيه ياسر كيف ما هن الفريق كاملين مأملين فيه، وإن شاء الله يتمموا على خير إن شاء الله. زين عندنا انتخابه باللي موريتانيا دارك عالت معلوم بيها على الساحة الإفريقية وعلى حتى قاع دول العالم الآخر، وزين عندنا ذو فخرنا فخرنا موريتان في كل ما هي، وفخرنا رئاسة رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا كشباب وكأمة موريتانية فخرنا راجي من عند الله توفيقه في مهمته نعدل في هذا كامل اللي يرضينا احنا نرضي الاتحاد الافريقي كامل. معكم سيدي محمد المحمد الامين مدينة العيون. رانا مباركين الرئيس الجمهورية العدالة زين ما شاء الله، مبارك مولي الشعب الموريتاني لرئاسة الاتحاد الافريقي. كما اشاد المواطنون في مدينة روسو برئاسة بلادنا الاتحاد الافريقي باعتبارها نجاحا للدبلوماسية الموريتانية، وعبر سكان المدينة عن ارتياحهم لهذا التألق الدبلوماسي والثقة التي حظيت بها بلادنا لقيادة الاتحاد. الشعب الموريتاني كامل فخور بنجاح موريتانيا في قيادة الاتحاد الافريقي، طبعا لم يكن صدفة لان هذا انجاز كبير قدمته موريتانيا في دبلوماسيتها. طبعا هي رئاسة دورية لكن ليس الدورية فقط، لأن دول تختار هناك معايير، وموريتانيا دبلوماسيتها نجحت في التوازن أولا السلمية وغير صدامية، ثانيا نجحت في التوازن سياستها في مناخ كما قلت مشحون. والله اللي تابعنا حتى ما شاء الله نجاح الرئيس الاتحاد الإفريقي ومثمنين، وحتى وزين عندنا احنا بعد هاي ساكنة روسو زين عندنا حتى بلي الحمد لله مبشرنا رئيس الحمد لله تبارك الله عنده مضي زين في هذا موريتان قاع كامل، والله اللي مثمنين وحتى وزين عندنا عاجبنا وزين عندنا قاع اللي فزنا النهارات في كرة القدم كوب دافريك، وزين عندنا مولي اللي رئيسنا عاد رئيس الاتحاد الافريقي. تابعنا هالحدث بكل سرور ونهني فخامة رئيس الجمهورية على هذا الحدث الهام، ونبارك له ونبارك للجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا اللي نقول لك عنه راضع عن ما خارج موريتانيا اليوماتية ما هو مفتخر به، وخاصة هذه الولاية نحن مفتخرين بهذا، ونعرف عنه رواية يا الله تعود الموريتانيين كامل زينا عندهم باللي شجعتنا أن الوحدة الإفريقية اليوم رئيسنا هذا ما معارضه حد، وهذا مهم. نحن فخورين فيه حتى ومتفخرين بها، ومتفخرين بها المواطنين الموريتانيين كاملين، متفخرين بها حتى ومتفخرين بها المواطنين كاملين، وزين عندنا ويقدم دولتنا، ورانا شاكرين الرئيس محمد الشيخ والقزواني على هذا التنافس اللي عدلنا في الدول الإفريقية واللي عاد رئيس دول إفريقيا، وزين عندنا حتى والله اللي زين عندنا نجاح رئيسنا هذا في الاتحاد الإفريقي ومباركين له ونعرف عنه مكبرنا وزين عندنا ومفخرنا وبسمنا نعرف عنه ما شاء الله عاد علني ما شاء الله في جميع الدول يباركهم علينا وعلي وعلي جميع المسلمين إن شاء الله. وهرنا عن موريتانيا مودي الحمد لله عاد بريدة قيمة وزينة نهارات شابر الحمد لله في كرة القدم قلبت فيها هون الحمد لله، واليوم الحمد لله عدنا قابلنا رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا مهم يذكر في الشكر. هذا ينتج ناتج عن نجاح الدبلوماسية الموريتانية، وفخرنا ومشرفنا عن فخامة رئيس الجمهورية ترأس الاتحاد الافريقي، وياك يرجع للجهود الدبلوماسية الموريتانية والاقليمية ونجاحه في الداخل وسياسته السياسة الوطنية الداخل العدل، وهذا مجهود يذكر رئيس الجمهورية وشاكرين عليهم مهنئين عليه، هو يرجع اساسا يرجع للدبلوماسية الموريتانية. وفي ولاية أدلر رصد كاميرا الموريتانية عينات من آراء المواطنين في مدينة أطار، والتي ثمنت اختيار بلادنا لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ويعتبر هذا الاختيار تتويجا للجهود الدبلوماسية التي قادها رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة البلاد. ترأس رئيس الدولة للقمة الإفريقية والثقة اللي داروا فيه مهمة للدول الإفريقية، مهمة له الموريتان، هذا يعني عن الثقة اللي داروا فيه الدول نوعية، لأن رئيس الدولة معروف بحكمته، ولو كان ما هو
عنده ذي الحكمة ومعروفة ما يعود الدول توافقوا كاملين على رئيس الدولة أهلا لذلك. بذي المناسبة زين عندنا وزين عندنا ذي النوعية اللي لها تنضاف للدول الإفريقية الاتحاد الإفريقي، وزين عندنا الثقة اللي اندارت في رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا اختيار رئيس الجمهورية على رأس قيادة الاتحاد الإفريقي يعتبر إنجاز ويعتبر جهود كبيرة للحكومة البريطانية في مجال الدبلوماسية الدولية. إذن هذا الاختيار ما هو جاي من اعتباطا بيدي عبارة عن جهود كبيرة قامت بها الدولة الموريتانية في ظروف دولية وإقليمية صعبة كانت. إذن كانت مواقف جميع القضايا الدولية والوطنية تشفع لها على أنها تجبر هذه المكان، ونحن كمجتمع مدني نزمن هذا الاختيار ونعتبره نجاح للدبلوماسية الموريتانية. إذن نشيد به ونزمنه ونتمنى على أن يتكلل موريته بالنجاح وحل القضايا الإفريقية الشائكة واللي نعرفونه بحكمته اللي جلت في تهدئة الوضع السياسي الداخلي الموريتاني، على أن ذاك لا هي يرجع على المنطقة الإفريقية بذيك فضل ذيك الحكمة اللي تحل بها رئيس الجمهورية. إحنا هلاطار زين عندنا رئيس موريتانيا اللي عاد رئيس الأفارقة كاملين متشرفين بها ومتفوقين بها وزينا عندنا ومفتخرين بها كاملين. احنا احلى هذا طار بصفة عامة وبصفة خاصة، وهذا لا يساعد إفريقيا في مشاكلها كاملين بإذن الله تعالى. واحنا فخورين برئيس الجمهورية اللي حقق لنا هذا 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 الفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي، وشاكرين مولي الاتحاد الإفريقي على هذه الثقة. يعني مهنئة فخامة الرئيس الجمهورية لرئاسة الاتحاد، ومهنئته حتى وباسمي وباسم الولاية، وهذا ما شاء الله من جهده تبارك الله ودبلوماسية تبارك الله. ونحن كموريتانيين وأنا كموريتانية ومواطنة سعيدة بهذا الانتخاب والرئاسة لدى الاتحاد الإفريقي، سعداء وزين عندنا حتى وزين عندنا ومفتخرين برئيسنا كرئيس الاتحاد الإفريقي. عقد معالي الوزير الأول السيد محمد بن بلال مسعود أمس في نواكشوط اجتماع للحوار السياسي بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. حضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية واللامركزية ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ووزيرة الصحة ووزير البترول والمعادن والطاقة ووزير الصيد والاقتصاد البحري والوزيرة الأمينة العامة للحكومة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومديرة ديوان الوزير الأول، فيما حضر عن الجانب الأوروبي كل من ويليام جونز سفير الاتحاد الأوروبي في بلادنا وإيزابيل هينن سفيرة ألمانيا ومريم الفارس ديلاروز سفيرة المملكة الإسبانية وألكسندر غارسيا سفير جمهورية فرنسا. يهدف اللقاء إلى توطيد وتعميق العلاقات بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، حيث مكن من مراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالمسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية القادمة وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والطاقة وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة وقضايا الهجرة والصيد البحري والوضع العالمي والإقليمي. كما تم التطرق إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بلادنا، وأعرب الجانبان عن ارتياح ماري جودة العلاقات الموريتانية الأوروبية، مؤكدين ضرورة الدفع بالشراكة بين الطرفين إلى مزيد التدعيم والفعالية والتزامهما بمواصلة التشاور بشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة والتفاهم المتبادل. وفي الختام سجل الطرف الأوروبي بارتياح تولي بلادنا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري طبقا لاتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.
أعلن أمس في نواكشوط عن وفاة الوزير والبرلماني السابق صو محمد جيناء، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في جامع ابن عباس حيث حضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة وجمع غفير من المواطنين وذوي المرحوم. ويعتبر الراحل أحد أشهر القادة السياسيين الوطنيين حيث تقلد عديد الوظائف والمناصب الانتخابية. أجرى إمام وخطيب المسجد الحرام صباح أمس ضمن الزيارات التي يقوم بها هذه الأيام لبلادنا لقاء مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بمكتبه، كما أدى زيارة لإحدى المحاضر بولاية نواكشوط الشمالية، أجرى بعدها لقاء مع هيئة علماء موريتانيا. شملت زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد عقد لقاء مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أداه السيدي والعمر طالب، حضره الأمين العام للوزارة السيد بيت الله اللحم الأسود وأعضاء الوفد المرافق للضيف السعودي. اختتم بتسليم الضيف السعودي هدايا لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، كما عاين الضيف السعودي محضرة جامع الرضوان بولاية نواكشوط الشمالية، حيث تابع رفقة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والسلطات الإدارية شروح شيخ المحضرة محمد والسيدي محمد والملاي حول المقاربة التربوية المتبعة بهذه المحضرة التي توفر تدريس مختلف العلوم الشرعية، وذلك قبل زيارة مكتبة هذا الجامع. واختتمت الزيارة بعقد لقاء مع هيئة العلماء الموريتانيين، حضره سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة ببلادنا سعادة السيد محمد البلوي وعدد من العلماء الموريتانيين. إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لا ترحب بكم اليوم وتقول لكم بأن الانتماء عندها مهم وأن الانتماء عند أهل هذه البلاد مهم لهذه البلاد ولأهل هذه البلاد، وأهل هذه البلاد يتشبثون بها ويعتبرونها رقعة من بلاد مقدسة حباهم الله تعالى بها في هذه البلاد، ولكنهم في المقابل إذا جئتم أنتم يقرون لكم بالفضل. وإن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني لا يهنأ بمجيئكم لبلاده، وإننا ما نقوم به هنا من استقبال وترحيب إنما هو من باب قيامنا بالواجب نيابة عن الجهات المعنية. من جانبه تحدث إمام الحرم المكي عن سعادته بهذه الزيارة. أقول لكم تحيات علماء الحرمين الشريفين والعلماء والشعب في المملكة العربية السعودية. أقول ذلك لفخامة الرئيس ولكم جميعا وللعلماء ولرجال الدولة، وأشكر كذلك أيضا هذه الدعوة الكريمة وما لقيناه حقيقة من حفاوة وإكرام وحسن استقبال من لدن معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وحقيقة يعني هذا شيء ليس مستغربا. وتأتي هذه الزيارة لتضيف المزيد من توطيد العلاقات بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية. وشح وزير التنمية الحيوانية أحمديت والشين باسم رئيس الجمهورية صباح أمس مقر الوزارة عددا من الأطر والموظفين في القطاع، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، حيث وشح الوزير بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني كل من إبراهيم الطالب موسى مستشار مكلف بالصحة الحيوانية، ومحمد فالو اليربة مفتش داخلي بالقطاع، وبمسام الامتنان الوطني. وشح الوزير كل من مديرة الاستراتيجيات والتعاون والرصد مانا من تلحاج، والمندوب الجهوي للتنمية الحيوانية بولاية ترس الزمور سيدي عبد الله الوافي، كما وشح الوزير بميدالية شرف من الدرجة الأولى كل من محمد موسى بانجوك مفتش مقاطعة أطار، والبخاري سيدي إبراهيم رئيس مصلحة الإدارة الإدارية والمالية، حمامة بنت عبد الله كاتبة الأمين العام، ومن ميدالية الشرف من الدرجة الثالثة تم توشيح الشيخ والعمر عامل خدمة بالقطاع. عقد وزير التجهيز والنقل محمد عيون سيدي محمد أمس مدينة الرباط المملكة المغربية جلسة عمل مع ناظره المغربي نزار بركة،
وذلك في إطار الزيارة العامة التي يقوم بها الوزير للمغرب على رأس وفد هام من قطاعه. وقد تناول الوزيران خلال هذا الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البنية التحتية للتجهيز والنقل، مؤكدين ضرورة التفعيل وتسريع العمل على المشاريع المشتركة تجسيدا لرؤية قائدي البلدين وتلبية لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. وخلال الاجتماع تم تكليف لجنة فنية مشتركة بالعمل على إعداد المخططات والاتفاقيات الضرورية لعرضها وتوقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة العليا للتعاون في دورتها المقبلة. كرم قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان صباح أمس في نواكشوط الحكم الموريتاني الدولي دحان بيداء. وكان الحكم الدولي الموريتاني قد أدار عدة مباريات في بطولة كأس إفريقيا للأمم التي نظمت مؤخرا في كوت ديفوار. من قاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة والشباب والرياضة وضمن استراتيجية السلطات العمومية الهادفة إلى تفعيل مبدأ مكافأة أصحاب الخبرات الوطنية في شتى المجالات، يأتي تنظيم هذا الحفل تكريما للحكم الدولي والحكم المركزي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بساحل العاج 2023. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد ولسيد أحمد لجة استهل حديثه بتهنئة الأسرة الكروية في بلادنا حكاما واتحادية ومشجعين على ما بذله من جهد من أجل تحقيق هذا الإنجاز الرائع، مطالبا في ذات السياق بالمحافظة على هذا المكسب وبذل المزيد من العطاء حتى نحقق نصرا أكبر خلال البطولات القارية القادمة. دوره ثمن رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم السيد أحمد وليحيى باسم الشباب عموما والأسرة الكروية هذه اللفتة الكريمة والتي تجسد عناية واهتمام رئيس الجمهورية بتطوير كرة القدم الوطنية حتى تتبوأ بلادنا مكانتها بين الأمم في هذا المجال. الحكم الدولي دحان والبيدة عبر من جانبه عن تثمين هذه الخطوة التي يستشعر من خلالها الحكم وقوف السلطات إلى جانبه من جهة، ويستحضر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لتأدية الأمانة بكل ثقة وموضوعية من جهة أخرى. أما كلمة لجان الإشراف والمتابعة فقد جاءت مثمنة لمستوى نجاحات بلادنا في هذا العرس الكروي الإفريقي على أكثر من صعيد. هي إذن خطوة ستسهم لا محالة في دفع الخبرات الوطنية داخل البلاد وخارجها إلى بذل المزيد من العطاء والمثابرة لتحقيق نجاحات أكبر على المستويين الإقليمي والدولي. نفت وزارة الداخلية واللا مركزية ما تم تداوله عن توجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية واللا مركزية أكدت فيه حرص الحكومة التامة والدائمة على السيادة والمصالح الحيوية للوطن. في إطار تأكيد الحكومة على حرصها التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، نفت وزارة الداخلية واللامركزية في بيان لها جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا. وأكدت الوزارة خلال البيان أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا ولا واردا البتة. وفي هذا الإطار احتضن مقر وزارة الداخلية واللامركزية المفاوضات الأولية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخريطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين ببروكسل في 11 دجنبر 2023. جرى نقاش مسودة الوثيقة في مقر الوزارة بين وفد من بلادنا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ووفد من الاتحاد الأوروبي بعضوية مندوب الاتحاد الأوروبي في بلادنا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي. يهدف النقاش المعمق حول الوثيقة إلى تغريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة.
وستتواصل اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة المغشوط في 7 من شهر مارس القادم، وهو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في حال تم التوصل لثقة توافقية. وفي هذا الصدد تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها. سكان مدينة مغشوط ينظمون استقبالات شعبية بعودة رئيس الجمهورية رئيسا للاتحاد الإفريقي، ويشيدون بهذا النجاح الدبلوماسي. الوزير الأول يعقد اجتماع للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، واللقاء يتناول توطيد وتعميق العلاقات بين الجانبين. وزارة الداخلية ولا مركزية تنفي في بيان لها ما تم تداوله عن جعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين المهاجرين والأجانب، وتؤكد حرص الحكومة على حماية السيادة الوطنية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.